السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يا جماعة فيديو جديد بنتكلم فيه عن بيع وشراء الموتوسيكلات الجديدة والمستعملة، وبنتكلم ايه اللي بيحصل في السوق دلوقتي حاليا. النهاردة في تاجر لما بتيجي تروح له بالموتوسيكل بتاعك بتقول له انا ببيع الموتوسيكل ده، بتبيعه كام يا استاذ؟ ببيعه ب 10000 جنيه كمثلا، ببيعه ب 10000 جنيه. طيب الموتوسيكل ده انا هاخده منك كتاجر، هاخده منك ب 7000 جنيه. طيب بتريح؟ لا بتريح، ما بين الشاري والبايع يفتح الله. عجبك السعر وانت مضطر بتسيبه، ما عجبكش السعر بتقوم قايل له لا. طيب انا راجل تاجر ببيع لك الموتوسيكل ده ب 30000 جنيه، ب 30000 جنيه ماشي معاك؟ ماشي. مش ماشي معاك سيبه، غيرك هياخده. طيب انا خدت الموتوسيكل ده دلوقتي ب 10000 جنيه او ب 30000 جنيه، او هشتريه ازاي؟ هتجيب معاك ميكانيكي وانت رايح تشتري الموتوسيكل، هتروح كده تلاقي ورشه ميكانيكي تكون انت واثق فيه وعارف ان هو صنايعي كويس، وبتقوم داخل عليه بتقوم قايل له انا عايزك تيجي معايا نتفرج على الموتوسيكل اللي انا شفته ده. طيب هياخد له 50 جنيه، هياخد له 100 جنيه، هياخد له اللي هيطلع من ذمتك مش هيزعلك فيه. هيجي يبص لك على الموتوسيكل، الموتوسيكل كويس، الموتوسيكل يستاهل، خلص فيه ساعتها. خدت الموتوسيكل ورحت قعدت مع واحد صاحبك، ما ترميش ودنك، جايبه بكام؟ جه زي ما جه، عشان تريح دماغك. لانك انت لو قلت له انا جايب الموتوسيكل ده اهو ب 20 جنيه هيقول لك غالي، ب 10000 جنيه هيقول لك غالي، جايبه زي ما جايبه هيقول لك غالي، مش هيقول لك الموتوسيكل انت كسبت فيه او حلو او كلام من ده كله، تمام؟ طيب الكلام ده بقى عشان خاطر ان في ناس بتعمل مشاكل كتير بسبب البيع والشراء، وان كل واحد يقول لك طب انت دلوقتي انا اتنصب عليا فيه، اتضحك عليا فيه، ده فلان بيقول لي ما يسواش ال 10 جنيه ال 20 جنيه. يا عم انت بتاع ايه؟ انت بتشتغل ايه؟ انت دلوقتي بتخش بتبص على الموتوسيكل، اهم حاجه انت بتبص عليها ايه؟ بتبص لي على الشكل اللي بره، الجنب واقع، الكرسي مخلوع، مش عارف. لا انا بقى كابو سيف بخش ابص على الشاسيه، على الموتور، على الاطارات، الجنوط بمعنى اصح، بعد كده ببص بقى على الشغل اللي بره. طيب وقبل كده كمان برضو النمر، هل الموتوسيكل منمر؟ هل الموتوسيكل فيه رخصه قد ايه؟ هل توكيل؟ هل الورق ابيض؟ ده اللي انا ببص عليه في الموتوسيكل ده اهم حاجه. يجي واحد برضه يقول لك مثلا طب الموتوسيكل ده مثلا انا خدته دلوقتي ب 10000 جنيه منمر، طب بنحسبها ازاي؟ انا بحسبها دلوقتي النهارده ان انا بنمر الموتوسيكل فيه 3 سنين ب 2000 ونص، ادي ده على جنب. موتور وشاسيه كويسين مفيش فيهم حاجه وحشه، ادي ده على جنب. شكمانات كويسه والمساعدين كويسين، ده على جنب. الجنوط مفيش فيهم عوجه ولا الكلام من ده، ده على جنب. ده اللي انا ببص عليه كصنايعي. انما في حاجه تانية، ثواني يا استاذ احمد اقول لك، انا معاك كل الاسئله اللي انتم عايزينها كلها هتسالوها، انا هرد عليكم فيها النهارده، تمام؟ طيب انما بقى دلوقتي ان انا بعد ما اشتري الموتوسيكل واخلص فيه واجي اقعد مع واحد يقول لي ده الموتوسيكل غالي، ده الموتوسيكل وحش، يبقى انت ولا هتشتري ولا هتبيع ولا هتشوفه، تمام؟ لان مفيش حد هيشكر لك في الحاجه. ولو واحد شكر لك فيه 10 مش هيشكروا لك فيه، يبقى انت ما تبصش او ما تسمعش لحد. البيع والشراء سفرات. ازاي سفرات؟ يعني موتوسيكل زي ده ممكن يجي تشتري دلوقتي صاحبه يكون مزنوق في فلوسه، عايز فلوس دلوقتي باي طريقه، فانا ممكن اجي اشتري منه الموتوسيكل ابو 10000 جنيه، ممكن اخد منه ب 7000 جنيه 8000 جنيه، ده رزق. بنتكلم بلغه التجار، قرش صياد. انت جاي دلوقتي عايز تمشي مصلحتك وانا بمشي مصلحتي، التجاره شطاره. عندي ان انا دلوقتي لما اخد الموتوسيكل هعمل ايه بالظبط؟ انا دلوقتي خدت الموتوسيكل دوت ورحت شديته وصرفت عليه 2000 3 4، انا استلمت من التاجر ماليش دعوه بيه. عايز تتفق مع التاجر وتقول له قدام مني 3 ايام والمشروطه مربوطه، الموتوسيكل لو في حاجه ارجعه لك، تمام؟ يبقى انت اتفقت كده في الكلام. انما بقى دلوقتي ان انا هم قايل لك خلاص انا ضامن امين، لان في تاجر ما بيبقاش معاه فلوس، ما بيبقاش معاه سيوله. التاجر ساعات ما بيبقاش معاه سيوله، ازاي يا عم ما معهوش سيوله؟ ايوه يا عم انا شاري حته ارضيه امبارح ب 250000 جنيه. السيوله اللي معاه دلوقتي على قدي، انا جبت الموتوسيكل من الزبون ما دفعتلوش فيه فلوس. قلت له تعالى لي بكره خد استلم فلوسك. انت جيت بكره خدت الموتوسيكل وخلصت فيه. صاحب الموتوسيكل جالي خد فلوس الموتوسيكل
انت جاي لي بعد منها بكام يوم ولا باسبوعين ولا بثلاثه بعد ما صاحبه خد فلوسه المضطر وسافر، جاي بتقول انا عايز ارجع الموتوسيكل. ارجعه لك ازاي؟ قدام منك حلين، قدام منك حلين. ايه هما؟ لا تشيل مبلغ من الموتوسيكل اللي هو مثلا لو يكون 1000 2000 على حسب السعر او على حسب انت عملت ايه في الموتوسيكل او مشيت بقد ايه، تمام؟ لا اما تسيب الموتوسيكل لحد ما يتباع، وبعد ما يتباع تديني عرقي كتاجر. الاصول بتقول كده، الاصول بتقول كده. لو في حد شايف ان انا كلامي غلط يكتب لي في الكومنت، واحنا اخوات وبنعدل على بعضنا ومفيش اي مشكله. كلام عاجبك ومظبوط قول الله ينور ابو سيف وتسلم. السؤال ايه يا باشا تاني؟ ليه الموتوسيكل الجديد افضل من الموتوسيكل المستعمل؟ الموتوسيكل المستعمل افضل من الموتوسيكل الجديد ليه؟ طيب وليه بيتكلموا في ال 18 اخر؟ ال 18 ده اخر الاستيراد بتاع الموتوسيكل الصيني. هو دلوقتي السؤال بيقول عشان اللي ما سمعوش، بيقول ليه الموتوسيكل القديم الناس بتطلب فيه سعر عن الجديد؟ الموتوسيكل القديم دلوقتي اللي هو مثلا المستعمل بيجيب سعر الجديد، المستعمل بيجيب سعر الجديد لو في حاله كويسه. ده لو في حاله كويسه، زي مثلا الموتوسيكل اللي ورا مني ده في حاله الزيرو 2018، تمام؟ هقول لك ليه. الناس في اعتقادها ان الموتوسيكل اللي هو استيراد اجدع من الموتوسيكل المصري، تمام؟ ودي حاجه برضو انا ما اضحكش عليكم فيها برضو عشان انا ما بطبلش في الكلام، هي دي حاجه صح، مش هضحك عليك. بس صح في ايه بقى؟ ان الموتوسيكل القديم بيكون محمل، الموتوسيكل القديم شاسيه اللحامات بتاعته مظبوطه. طيب انا شفت الاخ من اصدقائي او اخواتي اللي هم يوتيوبر برضو اللي هم بيتكلموا في الموتوسيكلات، قال لك انا وزنت ده نفس ميزان ده بس الخامه ايه؟ ما انا ممكن اجيب دلوقتي او كيسه واملاها تراب وفي كيسه احط فيها ذهب، هتجيب لي سعر التراب بالذهب؟ لا اكيد. فاكيد ديت غير دي، تمام؟ فطبعا احنا ما بنعيبش على موتوسيكلات المصري او الصيني، بس هي برضك في الاول وفي الاخر بتبقى قرف. يعني ممكن واحد يجيب 2018 زيرو وتيجي تبص تلاقي لا الله اكبر، طلع بقى على الطريق عمل حادثه، الجنزير اتقطع منه، المكنه اتشقلبت، مش امر، هو كل توفيق من عند الله، تمام؟ ده حوار ال 2018. الناس بتبص له على كده ان هو استيراد، ان هو خامه انضف او خامه اشد. الزبون برضه بيبقى عارف ان 2018 ما عندوش الفكره ان دي حاجه برضه وده حاجه. هو اصلا الزبون اللي مال 2018 دي هي ما كانت عارف ان دي استيراد، عارف ان بقى جديد ومستعمل ازاي في 18، فهي اصلا بتيجي غاليه. هي بتيجي غاليه، هي بتيجي غاليه. بس بصوا يا جماعه، انا برضك عايز اعرفكم على حاجه بالنسبه في التجاره دلوقتي في ناس بتبيع 2018 زيرو ازاي؟ ما عادش في حد عنده 2018، لا عنده نفسه واحده بتاع، بس ما فيش حد عنده دلوقتي حاليا 2018. وانا عارف ان في ناس دلوقتي عايزه تعاندني وتقول لي لا، في ان كان عند تاجر 5 10 فمش هيفضلهم لحد 100 سنه، مش هيفضلهم لحد 100 سنه، تمام؟ مفيش تاجر بيركن حاجه، ما هو مفيش تاجر بيركن حاجه، تاجر بيشغل فلوسه. ما انا لازم اشغل فلوسي، اصلا انا مش هوقف الموتوسيكل عشان خاطر ان هو يزيد بعد سنه ولا سنتين 1000 ولا 2000 جنيه. طب ما انا اجيب سريع سريع وابيع سريع سريع ولما اكسب 500 جنيه في كل مكنه، تمام؟ يبقى انا مشيت العجله، مش شرط يبقى 2018 عندي. وده الموتوسيكل 2021 اهوت، هنا اهو، وال 2018 طبعا الحمد لله والشكر لله كل الموتوسيكلات اللي انتوا عايزينها هتلاقوها موجوده، كل حاجه، والهوجن 3 جديد زيرو هناك اهوت، سحارات وفي سحارات وكل حاجه، والحمد لله الدنيا تمام. بس انا كنت بعقب عشان خاطر ان في مشاكل كتير عن الموتوسيكلات وعن الكلام ده كله، فانا كنت جاي النهارده انصحكم نصيحه انك ما تبنيش ودنك لحد، ولما تيجي تشتري على حاجه وباركت فيها قول الحمد لله، وحاول ان انت ما تقعش نفسك في مشاكل او انك تخش تصغر نفسك من حد. فانا دلوقتي دخلت اتفقت في مكنه وقلت المكنه ديت خلاص توكلت على الله ما ترجعش فيها. واحد يجي يقول لك ان الموتوسيكل انت اتضحك عليك فيه، انت اتعمل معاك الغلط فيه، ده ضحك عليك، ده جاب. طيب انا بقى دلوقتي عايز اوصل لك معلومه واثبت لك كلامي. انت دلوقتي لما بتيجي تبيع الموتوسيكل بتبقى عايز تبيعه غالي، عايز تشتري موتوسيكل عايزه رخيص،
اصبحت انت اللي بتبيع وبتشتري او داخل في وسطهم وحش من تلك الحالتين. المكنه ده ايه؟ لو انت اشتريتها ب 15000 جنيه الموتوسيكل دوت، لو انت اشتريته ب 20000 جنيه هتيجي تبص هتلاقي برضك اللي باعه لك يوم قاعد مع ناس بعته بكام؟ ب 20000 جنيه. اه يا هبل، ده الموتوسيكل بتاعك كان فيه ميزه مش موجوده عند حد. يا هبل، ده انا كنت هجيب لك في 22000 جنيه. يا عم 22000 جنيه فين يا عم؟ طيب ادي ده الموتوسيكل 2018 يا جدعان، يعمل كام؟ يعمل له كام؟ ده ال 2018 اهو. يسوى له كام الموتوسيكل ده؟ دي كلمة صغيرة. ده 2018 زيرو. الفردة القديمة، النقشة القديمة، النقشة القديمة يا جدعان، دي النقشة القديمة، العداد القديم تمام، والخلة القديمة والعداد القديم والطقم الصاج القديم. بس الطقم الصاج ده اللي هو 2020، شاسيه وموتور وبقية المكنة 2018، وده الجديد اهو، ده ال 2021، ده الموتوسيكل ال 2021، الموتوسيكل ال 2021 الدنيا تمام. بس انا كنت بعقب عشان خاطر ان في مشاكل كتير عن الموتوسيكلات وعن الكلام ده كله، فانا كنت جاي النهارده انصحكم نصيحه انك ما تبنيش ودنك لحد، ولما تيجي تشتري على حاجه وباركت فيها قول الحمد لله، وحاول ان انت ما تقعش نفسك في مشاكل او ان انت تخش تصغر نفسك قدام حد. تحياتي ليكم، احلى ناس في الدنيا، سلام.